العاشر من محرم هو يوم تمتزج فيه الأهازيج بأصوات الضفوف وضحكات الأطفال احتفالا بعاشوراء مرفقا بطقوس تختلف عن نظيرتها في باقي البلدان وبعادات ذات خصوصية محلية نظرا لثراء ثقافات المغرب. بالنسبة لنا عاشوراء كمغاربة مسلمين طبعا عندها ارتباط روحي ديني بالدرجة الأولى. أولا المغاربة كيصوموا التسعة وكيصوموا العاشوراء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل للمدينة لقى اليهود كيصوموا العاشوراء فقال يعني كانوا كيصوموا لنجاة موسى عليه السلام مع المتابعين له في عهد الوقت اللي هجم عليهم فرعون. فطبعا بالعصا ديالو بقدره الله تعالى دار طريق ونجى موسى عليه السلام مع الاهل ديالو. يهرع سكان الرباط الى المدينه القديمه لاقتناء مشتريات عاشوراء وعلى راسها الفواكه الجافه العاب الاطفال والتعريجه التي تعتبر من اهم الات التراث المغربي الاصيل. تصاحب هذا اليوم عادات رمزية أهمها يوم زمزم حيث يتم التراشق بالماء تيمنا واستحضارا لقصة انتصار النبي موسى على فرعون. المغاربة في المتخيل الشعبي عندهم أنه زمزم في ليلة عاشوراء كل العيون كل الآبار كل الصنابر يخرج منها ماء البركة اللي هو ماء زمزم ويأخذ منها الدلو الأول، يعني الأول كل أم أو كل جدة تأخذ من هذيك شوية كتوضى والأسرة كاملة وما تبقى نرش بها على وليداتنا وعلى أركان المنزل وعلى حتى الناس اللي سكنين في البادية على الماشية ديالهم وعلى المزرعة ديالهم. عاشور جانا يا النوارة البنات يلعبوا ويديروا دارا 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 عاشور جانا يا عاشور جنا يا النواره.